مشاهدينا اهلا بكم، وحشتوني. كل سنه وحضراتكم بألف خير، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم السنه دي. خلاص احنا على اعتاب 2019 بتخلص، وهنبتدي ان شاء الله كلها يوم، وهنبتدي 2020. يا رب تكون سنه تحقيق الاحلام، وتكون سنه جميله على حضراتكم جميعا. طبعا الميعاد النهارده مختلف، ولكن كان سيربرايز حلوه، واتمنى ان هي تكون حلوه عليكم برضو. حلقتنا النهارده مش هتكون ساعه واحده زي كل مره، لا هتكون ساعتين، وهيكون معايا ضيفين. الضيفين بنتكلم فيهم عن اكتر حاجه بقت موجوده الفتره دي، واكتر حاجه الناس عايزه تستفسر عنها وتعرف عنها تفاصيل. الحاجه الاولى هنكون بنتكلم عن شركات السياحه والحج والعمره، والناس اللي عايزه تحجز ازاي، وبتتواصل ازاي مع الشركات، ويخلوا بالهم من ايه. كمان الفقره الثانيه هتكون معانا الكاتبه والروائيه، بتنزل كتاب في معرض الكتاب بتاع 2020، وكانت نزلت قبل كده في 2019، فهنحاول نستفسر منها لو عايزين نعمل كتاب ممكن نعمله ازاي، ونخلي بالنا من ايه، وكمان شروط الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب. خلونا نطلع لفاصل صغير علشان نستقبل اول ضيف في حلقتنا النهاردة، ونرجع لكم بعد الفاصل. الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. الله سبحان الله والله أكبر.
أكبر. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. الحمد لله. سبحان الله. والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. ولا إله إلا الله. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار. ربنا آتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة. قرب معانا صانعة البهجة هتلاقي. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده. معانا في الفقره الاولى استاذ محمد عوض مدير السياحه الدينيه في شركه زنادو ترافل. استاذ محمد انا سلام بحضرتك يا فندم. انا سلام بحضرتك. بحضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك بألف خير. كل سنه وحضرتك طيبين والمشاهدين كلهم بخير وسنه سعيده ان شاء الله لنا جميعا باذن الله. يا رب تكون سنه سعيده ان شاء الله. استاذ محمد الاول عايزه استغل ان حضرتك معانا النهارده وابدا لك باول سؤال. ان كتير قوي الناس بتكون تايهه ما بين الشركه دي والشركه دي، ودي منزله عرض ودي منزله عرض، ودايما بيكونوا لا طب خلاص نبص اللي هتكلف الحج والعمره عندها الاسعار قليله بس ممكن الخدمات بتاعتها ما تكونش قد كده، والتانية الخدمات بتاعتها كويسه بس الاسعار طبعا عاليه جدا. فايه اللي بيميز شركه زنادو عن الشركات التانية وبتكون مختلفه في ايه؟ تمام. والله احنا حضرتك احنا بنختلف عن كل الشركات او عن بعض الشركات، لان في ناس شركات كثيره ما شاء الله بتخدم الناس خدمه كويسه، احنا منهم يعني الحمد لله رب العالمين. بنخدم الناس على قد ما نقدر وبنعمل معاها كل حاجه، والناس بتبقى معانا من اول الرحله لاخر الرحله، ما بنسيبهمش. كل خطوه معاهم بنقدر نشرح لهم المناسك، بنقدر نكون معاهم في تاديه المناسك، بنوفر عليهم حاجات كثيره جدا. فالحمد لله رب العالمين. طيب يعني خدمه كامله ان حضرتكم لازم تكونوا موجودين. بالظبط. اه خدمه من ان هي بتكون لازم في كل الاوقات معاك المشرف في التسكين، معاك في العمره، معاك في الطواف، كل حاجه في السعي بقى، كل حاجه انت ما بتشيلش اهم حاجه. طيب هي دي الخدمات اللي هي بتقدمها، اكيد في حاجات تانية مختلفه. طبعا البرنامج بتاعنا بيبقى برنامج كويس، البرنامج بتاعنا بيبقى اطول فتره تحسين ان شاء الله في الحج دي هنعمله باذن الله. يعني اطول فتره مكه، في ناس كثيره بتعمل 5 ايام بس في مكه عند الحرم، احنا اللي عاملين ان شاء الله 10 ايام عند تحسين عند على بلاط الحرم ان شاء الله. دي فتره كويسه، يعني دي احسن من الخصم، يعني احسن بكتير من الخصومات والكلام ده. الناس بتخاف من حته الخصم عشان خاطر ما يقلش في الخدمه. لا احنا عاملين خدمه كويسه جدا جدا الحمد لله رب العالمين. طيب كمان رئيس الوزراء طلع قرار بان هو حته ان العمره وفي حاجات كمان لازم تكون موجوده والبوابه والكلام ده كله. بالظبط. بص حضرتك فالناس كتير مش فاهمه الموضوع ده، عايزه حضرتك بقى تشرحه لي. طيب بص حضرتك البوابه دي انجاز جامد جدا، يعني انجاز جامد، يعني منع كتير قوي من الناس النصابه اللي هي كانت بتنصب على الناس الغلابه والكلام ده كله. النهارده البوابه ما حدش يقدر يخرج من غير باركود. البوابه النهارده بتاعت رعايه الاستاذ احمد ابراهيم طبعا، يعني المستشار التنفيذي لبوابه العمره. ما شاء الله الموضوع فرق جامد قوي مع الناس وفرق جامد مع الشركات. النهارده انت حضرتك ممكن تخش من خلال البوابه تعرف انت الشركه طالع معاها، تعرف البرنامج بتاعك بالظبط، تعرف تفاصيل كل حاجه، وتعرف كمان معلومات عن الشركه اكتر. بتعرف معلومات عن الشركه بالظبط، هل الشركه دي متسجله على البوابه ولا لا. بالظبط. تمام. ان الشركه اللي انا طالع عليها دي متسجله على البوابه ولا لا. هل هي شركه فعلا ولا هي حد اسمه وهمي؟ لا طبعا الحمد لله البوابه دي فرقت جامد جدا 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 معانا ومع الشركات ومع ناس كتيره بصراحه. طيب توقعاتك لاسعار الحج السنه دي هتكون عامله ازاي، وخصوصا كمان ان الدولار انخفض، هل ان هي هتقل ولا هتزيد زي كل سنه؟ بصي حضرتك احنا كل سنه الاسعار بتزيد عن السنه اللي قبلها، بس احنا ان شاء الله باذن الله السنه دي مع الاستاذ الدكتور خالد العلاني ان شاء الله يعني عملنا في ربنا كتير ان الاسعار تثبت عن السنه اللي فاتت او تقل شويه او يعني الزياده ما تبقاش برضك بنسبه كبيره ان شاء الله يعني. طيب هي هل الزياده بتاثر على الشركات اصلا ولا بتكون مؤثره على الناس اللي هي رايحه تعمل حج او عمره بس؟
هي زياده بتخلي الناس تقل شويه، يعني الناس ما تبقاش كتيره طالعه. اللي بيطلع طبعا النهارده بيطلع بسعر وبيجي بكره يزيد، فظروفه مش هيقدر ان هو يطلع، ودي طبعا بتكون طبعا بتاثر جامد طبعا على الشركه. طبعا طيب كمان عايزه افيد المشاهدين بحضرتك تديني خطوات اكتر للناس المعتمرين، بيعملوا ايه وبيتوجهوا للشركه ازاي، وازاي كمان يسجلوا فيها، وكل الحاجات اللي تخليهم ضامنين ان الحاجه دي صح، او المعلومه دي او الشركه دي ان هم هيسجلوا فيها وهيدفعوا فيها فلوس، دي حاجه ما فيهاش بعد كده كلام تاني. طيب تمام، هو مجرد ما بيعرف ان الشركه عندنا متسجله على البوابه خلاص هو كده بيطمن. واحنا الحمد لله لينا فروع في اماكن كتيره، وشغلنا يعني على مدار السنين الحمد لله رب العالمين، فالشركه بالنسبه لهم سهله جدا ان هو يتواصل معانا عن طريق التليفونات، عن طريق ان هو يخش على البوابه يشوفنا اذا كنا موجودين ولا لا. سهل جدا جدا ان هو يعرفنا الحمد لله رب العالمين. طيب تمام، كمان اللي هي الضرايب او الحاجات اللي بتيجي على المعتمرين دي بتاثر على الشركات، وبتبقى الشركات مسؤوله عنها ولا لا؟ لا بس هو مش ضرايب، هو كان في السنه اللي فاتت كان في غرامه تكرير العمره كانت عاملاها السعوديه وكانت عاملاها مصر، الحمد لله السنه دي اتشالت، ما فيش حاجه اسمها غرامه تكرير العمره وما بقتش موجوده الحمد لله رب العالمين. طيب كمان الحاجه اللي كتير قوي بيسالوا عليها، اسعار الحج والعمره ثابته ولا كل حاجه ليها سعر لوحده؟ لا بص، هي العمره بتفترق من هنا من البرامج والمستويات. العمره خلاف جدا عن الحج، تختلف جامد عن الحج. العمره هي اسعارها بتبقى برامج، كل شركه ليها برامج وليها مستويات بتعمل عليها، في مستويات اقتصادي، في مستويات 4 نجوم، في 5 نجوم، هنا بيفترق السعر. لكن الحج خلينا اقول لحضرتك ان الحج ان ما حدش بيقدر يلعب فيه او حد يقدر يغير سعره، لان الحج تبقى لوزاره السياحه، اسعار الحج تبقى لوزاره السياحه. احنا كشركات بنعمل الحج عن السنه اللي قبليها، يعني انا ما اعمل حج السنه دي فبقول السنه اللي فاتت كان سعره كذا، وفي الاخر بضوابط وزاره السياحه، وزاره السياحه في الاخر بتقول السعر كذا انا بنفذ عليه. طيب الاسعار بتبدا من كام وتنتهي بكام؟ بصي حضرتك في عندنا كذا مستوى، في عندنا المستوى البري ده بيبدا من 58000 جنيه، هو سعره 58000 جنيه اللي هو تحسين 5 نجوم. ده ما بيبقاش فيه اضافات ثانيه، ده كان السعر السنه اللي فاتت. في عندنا المستوى الاقتصادي اللي هو الاقتصادي طيران، بس اقتصادي تحسين، بمعنى اقتصادي ان هو تحسين 10 ايام عند الحرم وبيقعد في بيروح فتره ثانيه في استراحه في منطقه اسمها العزيه، بيقعد مثلا من كام يوم كده عشان يطلع يكون قريب من المناسك منى وعرفه وكده. ده بسعره 55000 جنيه ويضاف عليه تذكره الطيران. تمام. بعد كده عندنا مستوى ثاني اسمه 4 نجوم. الاربع نجوم ده بيعلى شويه ويكون السكن بتاعه قريب من الحرم. يعني مستوى تاني من ساحة الحرم، يعني مش على ساحة الحرم على طول، وبيبدا سعره من 94000 جنيه برضه خلاف التذكرة. وعندنا بعد كده الخمس نجوم اللي هو الفاخر اللي هو ب 125000 جنيه، وفي مستوى تاني بيبقى اقل من 5 نجوم اللي هو 5 نجوم ب بيسموه ب، ده نزل سعره شوية عشان خاطر الناس برضه تقدر تطلع عشان ما يكونش 125 بالظبط، ده بيعمل 110. دي الاسعار السنه اللي فاتت، والاسعار النهائيه طبعا تبقى لوزاره السياحه والضابط بتاعت وزاره السياحه. طبعا احنا نتمنى ان تكون الاسعار زيها السنه دي او اقل، ان شاء الله باذن الله علشان الناس تروح. لا لا باذن الله ان شاء الله. طيب ودي كمان الاسعار اللي بتكون ثابته في كل الشركات ولا بتكون في شركه معينه؟ لا دي سعر حج ثابت، ثابت على وزاره السياحه لان ده بيخضع لوزاره السياحه والضابط وزاره السياحه. طيب استاذ محمد، عايزين كمان ننصح الناس او نخليهم يخلوا بالهم وهما بيتعاقدوا من الشركات، ايه اللي يخلوا بالهم منه او ايه اللي المفروض يعملوه؟ هو زي ما قلت لحضرتك ان الشركه تكون متسجله على وزاره السياحه على البوابه طبعا، ويكون الشركه عندها مصداقيه ويكون عنده، وطبعا معظم الشركات الحمد لله رب العالمين في مجال الحج والعمره عندها مصداقيه جامده، وكل الشركات يعني معظمها بصراحه بيشتغل في الحج كويس جدا يعني الحمد لله رب العالمين، لان في وزاره سياحه، في لجنه من وزاره السياحه موجوده في مكه، موجوده في المدينه، موجوده في المناسك في منى وعرفه. احنا اصلا الحج بتاعنا تحت اشراف وزاره السياحه، يعني احنا الجهه الوحيده اللي عندنا مراقب، فاهم حضرتك؟ يعني ما يقدرش الشركه تاثر مع حد ولا تقدر تعمل حاجه لان في مراقب عليها. صح بالظبط، فبالتالي الشركات الحمد لله رب العالمين معظمها ناس محترمه جدا يعني. طيب دايما بيكونوا الناس كبار السن عايزين يحجوا او يعملوا عمره ودايما بيكونوا مترددين او خايفين، الشركه بتعمل لهم ايه علشان تطمنهم؟ او ممكن تقول لهم احنا هنعمل لكم كذا، وهل بتكون ملتزمه بالكلام ده فعلا ولا ساعه الحج او العمره بتلاقيهم مش موجودين؟ بصي يعني انا بقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني في ناس كتير قوي بتبقى عايز، يعني واحد عايز يطلع والدته خايف عليها طبعا، هي ست كبيره مش هتقدر تعمل حاجه او مش عارفه حاجه او مش عارفه بتاع، فاحنا بنقول له لا احنا اطمن، احنا معاها من اول لحظه لاخر لحظه، معاها من اول ما بنستلمها، معاها في كل حاجه، في المناسك، في كل حاجه، هي بتعمل كل حاجه معانا. يعني طبعا هي في ناس كتير قوي يعني ما عندهاش علم، ما عندهاش، مش فاهمه ايه هي العمره وايه هي الحج، مش فاهم حاجه. صح، فهو جاي يعني جاي مش فاهم حاجه، فاذا ما كانش المشرف اللي معاه ده هيقدر يوفر له كل ده وهيقدر يساعده طبعا ده اهم شيء طبعا.
طيب هو انتوا بتاخدوا بالكم طبعا ان في لو مشرفين اثروا في الموضوع ده، هل بالمسجات او بعد كده بالفيدباك بتاع الناس اللي كانت بتحج او بتعمل عمره، ولا دايما بيكون في رقيب عليهم؟ لا احنا دايما كتيم مشرفين بنعمل جروب لينا، بنعمل على الواتساب جروب وكل حاجه بتبقى دايما مباشره، في حد تعبان، في حد لازم يروح المستشفى، في حد توجه هنا توجه هنا، بيبقى في توجيه للناس. عايز اقول عليك على حاجه، انا يعني من اشتغلت الشغلانه دي من 15 سنه مثلا، اشتغلت مع استاذ خالد الشريف طبعا، يعني هو اللي رباني، هو اللي علمني الشغل بصراحه. كان دايما يقول لي يعني ان الشغلانه بتاعتنا دي اجر واجره. بمعنى ايه اجر واجره؟ بمعنى ان انت بتاخد اجر من ربنا سبحانه وتعالى على خدمتك للناس دي، وبتاخد اجر من الشركه اللي انت شغال فيها. يعني بصراحه علمني كتير طبعا، وبرضك كان معايا استاذ اشرف غريب برضك بصراحه علمني كتير جدا. كان دايما يعني لما كنا نيجي نتعب في الشغل بتاعه، كنا نيجي نتكلم ان احنا تعبانين من كتر الشغل طبعا، فكان دايما ينصحنا يقول لك لا انت تاخد اجر اجر من عند ربنا سبحانه وتعالى لخدمه الناس دي، انت بتاخد عليها اجر، انت بتاخد اجر ان انت بتحج وبتاخد اجر في خدمه الناس دي، فما تزعلش، لا انت تعبك ده كله عند ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين ماشي على المبدا ده جامد، والناس دي علمتني كتير الحمد لله رب العالمين. هو بص، هو السؤال ده انا اللي عايز اعرفه، هل اللي بيكون مسؤول عن شركات او اي حاجه لازم، او اي حاجه تخص العمر او الحج، لازم ان هو يكون متمكن ومتمرس فيها، ولا ان هو حد بيعمل مشروع فبيبدا ينطلق فيه على حسب بقى دنيته تكون ماشيه ازاي؟ لا بص، هي خدمه الناس يعني طبعا دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما هياش محتاجه خبره، ما هياش محتاجه حاجه، محتاجه بس شويه ضمير. انك حضرتك تطلع تخدم الناس دي حتى لو انت مش عارف حاجه، او حتى لو انت مش يعني اول مره تطلع مشرف مثلا او تخدم الناس، فانت بتخدم الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى، فمش محتاجه ان انت تكون خبره، مش محتاجه ان تكون اي حاجه. بتختلف جامد جدا، لان خدمه الناس يعني هي دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى. ليه اسم الشركه غريب كده؟ انا من امبارح عماله اركز، هل هو كذا ولا كذا؟ لا لا، هو زنادو ترافل لسه، يعني زنادو ترافل هي شركه، هي زي شبه الجزيره اللاتينيه تقريبا يعني، فهي اسمها كده يعني، هو الناس صحابها لما اشتروها ما غيروش اسمها يعني، خلوها كده زنادو ترافل يعني. طيب كمان استاذ محمد، لو حصلت اي مشكله مع المعتمر والشركه، هل ان هو بعد كده ايه الحاجه اللي ممكن يلجأ لها؟ اكيد يعني في الوقت ده هيكون مثلا بيشتكي من حاجه معينه للبوابه، ولا بتكون في حاجات ثانيه بيروح يشتكي ليها ان هم قصروا معايا؟ انا قلت لحضرتك في الاول ان احنا عندنا مراقب، ايه هي؟ وزاره السياحه، احنا خاضعين لوزاره السياحه، ففي لجنه موجوده في مكه المكرمه، وفي لجنه موجوده في المدينه، وفي لجنه موجوده في جده، في لجنه موجوده في كل حته، حتى البري اللي بيطلع في لجنه موجوده في نويبع اللي هو المينا بتاع نويبع، في لجنه موجوده في حاره عمار، في لجنه موجوده في الاردن، في لجنه موجوده في السعوديه، في لجنه في كل حته موجوده، لجنه الناس تقدر من خلالها لو عندهم اي مشكله يتوجهوا لهم، هم صراحه بيحلوا كل مشكله يعني، هم الحمد لله متواجدين يعني، هم بيلجأوا باستمرار وزارة السياحة. طبعا طبعا متواجدين باستمرار كمان يعني، لجنه حتى واحنا قاعدين في الخيم بيخشوا علينا وبيقفوا مع الناس وبيتكلموا وبيسمعوا وبيشوفوا، بصراحه موجودين باستمرار، لان احنا دايما الناس زي ما حضرتك بتقول، لان دايما الناس بتفكر ان هو لا انا في خلاف حصل مع الشركه دي فلوسي راحت على كده، لا مش لا عندي طبعا حد لا طبعا لا طبعا بص لانهم هم شركه مثلا، لا 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 طبعا قلت لحضرتك احنا بنخضع لوزاره السياحه. فاحنا شغالين تحت مظله وزاره السياحه، فما ينفعش ان احنا نقصر مع حد، علينا مراقب جدا، علينا طبعا الحمد لله رب العالمين يعني المعتمر او الحاج معانا بيلاقي كل حاجه الحمد لله. طبعا هي حاجه بتدي مصداقيه اكتر كمان، ان الناس تشوف مدير الشركه او تشوف المرافقين اللي على طول موجودين في وسط الناس وهم بيعملوا عمر او حاج. فتعالوا نشوف الفيديو اللي استاذ محمد موجود فيه في وسط الناس ونرجع لكم تاني. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب مع هالة صنعت البهجة، هتلاقي جرب مع هالة صنعت البهجة. الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اسم
بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا غفور يا الله يا كريم يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا قرب وتعالى هتلاقي الضحكة قرب معانا صانعة البهجة هتلاقي حكاوي وكلام وغنى. مشاهدينا رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم تاني كمان استاذ محمد. انا بقى لسه عايزه اكمل الحوار اللي هو الناس الكبيره. طبعا زي ما شفت الفيديو دلوقتي هو في كميه ناس كتير قوي وحضرتك مثلا واقف في وسطهم بتخليهم يرددوا الدعاء. هل الحاجات دي كلها بقى بتكون متابع ان هو في ناس كبيره فالمفروض تخلي بالك وترجع تشوفهم، ولا خلاص بيبقى في ناس تانية معاكم بتخلي بالها منهم؟ تمام. احنا في ده في الطواف، ده في الطواف بتاع العمره. احنا دايما طبعا بنهدي شويه في الماشيه، بنقف نبص، بنجمع الناس، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجمع الناس عشان ما حدش يتوه مننا. بيبقى في علامه معينه بنرفع ايدينا طبعا، لان ما في ممنوع طبعا اي شعار او اي حاجه يترفع في وسط الحرم طبعا. فبنرفع ايدينا، بجمع الناس، ما بمشيش ماشيه سريعه، بمشي على قد خطوه الناس الكبيره. يعني بيبقى معانا ناس كبيره طبعا مشيتها ضعيفه غير مشيه الناس الثانيه، فبضطر امشي على قد مشيتهم واخليهم يمسكوا في بعض واخليهم يجمعوا بعض، والسيدات بيجمعوا في بعض، وبيبقى معايا طبعا شباب في الرحله ما شاء الله. يعني على قد ما بيعملوا الخير بيعملوه بصراحه. بتلاقي بيجمع الناس، بيجيب لو في واحده ست كبيره ورا بيجيبها، لو راجل كبير بيسنده معانا، ماسك في ايدينا وماشيين، وبنعمل خطوه بخطوه الحمد لله رب العالمين. هل في بيبقى في دروس في الحج اللي هو خلوا بالكم من كذا ومناسك الحاجه كذا وتعملوا كذا؟ هل ده بيكون في الطريق وانتوا رايحين، ولا بيكون هناك في ناس بتشرح الحاجات دي ومتخصصه فيها؟ بصي، هو احنا من اول خطوه طبعا كل خطوه بنبدا نشرحها. يعني احنا مثلا كنا نازلين المدينه فبنشرح المدينه والمسجد النبوي والروضه، وبنشرح كل حاجه بالتفصيل للناس. لما بنكون داخلين على عمره برضك قبل ما نخش الحرم طبعا بنقول الدعاء بتاع الدخول بتاع الحرم، وبنبدا نشرح العمره هتعمل ازاي، الطواف هيبدا منين، والسعي هيبدا منين، وبنخش نعمل ده تطبيق عملي. يعني احنا الاول بنشرحه للناس نظري، بقول لهم العمره هتتعمل كذا، والطواف هيبدا منين، وهتقول ايه هنا، وهتقول ايه هنا، وهتقول ايه هنا، كل حاجه طبعا بقولها لهم. ولما بخش الحرم طبعا بنقول الدعاء بتاع الدخول عند الكعبه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان معظم الناس دي اللي بتبقى رايحه الكعبه هو بيبقى مجهز دعاء كتير جدا، ومجهز بصي ومذاكر، وبقاله طبعا شهر هو طالع عمره او طالع حج، فمجهز. مجرد ما بيخش عند الكعبه بينسى كل ده، بينسى من يعني من طبعا من الاشتياق ومن الشوق، بينسى يعني كل ده خلاص. يعني بالظبط، هو بينسى خلاص، اتمسحت، بينسى. فهو محتاج حد يفكره، محتاج حد يشغله، محتاج حد يقول له الدعاء هو يقول وراه. لان بتلاقي ناس بتبكي ومن كتر اللي هي مش عارفه تقول ايه. طب انا اقول ايه هنا، طب انا اقول ايه، طب انا ادعي لمين،
هو نسي ولاده ونسي كل حاجة، هو نسي كل حاجة يعني. الكعبة طبعا والمسجد الحرام حاجة تانية بصراحة يعني، حاجة تانية. ربنا يرزقنا إن شاء الله وياكم دايما بيه إن شاء الله. ربنا يرزقنا بقى السنة الجاية ونكون معاكم إن شاء الله بإذن الله. طبعا شرف لينا. تسلم يا رب. كمان حضرتك من فترة نزلت بوست فضل ياخد شير كتير وكومنتات كتير وكان عليه حاجات كتير واستفسارات ناس عايزة تعرفها، عايزاك بقى تقولي البوست كان محتواه إيه؟ بصي، هو البوست كان محتواه إيه؟ هو المشرف. مين هو المشرف؟ الناس كتيرة بتطلع مع المشرف، هو مش طالع مع الشركة. معلش يعني خلينا نتكلم بقى بوضوح، هو ما يعرفش الشركة، هو طالع شركة فلان، شركة علان، شركة بتاع، هو مش طالع، هو بينسى حتى اسم الشركة، بس هو طالع مع مشرف، طالع الرحلة كلها مسؤول من الراجل المشرف ده. فايه هو المشرف ده؟ المشرف ده إذا ما كانش فيه صفات فخلاص الشركة ضاعت، يعني هو المشرف هو واجهة الشركة، هو ممثل الشركة، هو ممثل وزارة السياحة. خلينا نتكلم بقى بوضوح أكتر، هو ممثل وزارة السياحة. ليه؟ لأن الحج ده معمول من وزارة السياحة تحت مظلة وزارة السياحة، فإذا ما كانش المشرف ده عند حسن الظن وعند المسؤولية ضاع كل حاجة. صح. طبعا هيتقال بعد كده إن الحج ده بتاع السياحة مش حلو. هيتقال بعد كده إن الشركات اللي بتنظم مش حلو. يعني الحمد لله كل سنة وزارة السياحة تحتفل بنجاح الموسم، الحمد لله رب العالمين، لأن إحنا الحمد لله يعني الهيئة الوحيدة اللي بتنفذ الحج صح، وزارة السياحة بتنفذ الحج صح صح يعني كمان. عليها مراقبة، عليها كل حاجة. فطبعا زي ما بقول لحضرتك المشرف أهم شيء، نمرة واحد في كل حاجة. صفاته، مميزاته، ازاي يضحك، ازاي يقابل الناس، ازاي يقول في ناس كبيره تعبانه، هو عمل العمره او عمل حاجه تعب مش قادر، فلازم انت تستحمله. هو طبعا مش فاهم حاجه، هو جاي من بلده، معظم الناس غلابه مش عارفين حاجه، هو طالع عشان يعمل العمره او طالع عشان يحج مش عارف حاجه. فاذا ما كنتش انت هتساعده على كده هو حرام يعني، هيضيع، هو دفع فلوس ليه او طالع ليه؟ فهي دي صفات المشرف. صفات المشرف ان هو يساعده. احنا عايزين نعرفها بقى حاجة حاجة علشان كمان الناس اللي بتفكر. انا بس عايز اعرف سؤال مهم، هو المشرف اللي بيختار شركة السياحة اللي بتكون مطلعة الناس ولا بيكون من وزارة السياحة نفسها؟ لا، هو المشرف تبع شركة السياحة، هو المشرف موظف في شركة السياحة. شركة السياحة بتطلعه عشان خاطر هو وجه ليها، هو ممثل عنها ومثلا الكلام ده، فبالتالي لازم يكون عليه مواصفات كتير علشان ما يدورش الشركة طبعًا دي وهيوقف طبعًا حاجات بالزبط كتير بالزبط. هو لازم يكون على اعلى مسؤولية، لازم يكون على طبعا حسن خلق، لازم يكون كل حاجه، كل الصفات فيه لازم تكون موجوده، لان هو وجهه الشركه وهيخدم الناس. صفات المشرف زي ما قلت لحضرتك لازم يساعد الناس من اول خطوه، مش ان هو طبعا هياخدهم يعملهم في المطار وخلاص، لا طبعا هو بياخدهم في المطار، بيجهز خلاص لهم اجراءاتهم على الكوانتر بتاع الشنط، بيجهز لهم التيكت، بيملى البيانات بتاعتهم في التيكت الخروج بتاع المطار بتاع القاهره، مطار القاهره، وبيعمل بيملى لهم الورق، بيقف معاهم، بيساعدهم في الشنط، بيخش يدخلهم الطياره، بيدخلهم في كراسيهم، بيطمن ان كل الناس ركبت الطياره. طبعا دي حاجات مهمه يعني جدا طبعا، لازم يكون عنده صبر كبير، طبعا لازم يكون عنده صبر وطول بال يعني لازم. الناس الكبيره برضو هتلاقي في ادق التفاصيل هتتوتر وتحس انها متعصبه، فانت لازم بقى يكون عندك اداره الحوار والتعامل. لازم طبعا تكون الناس اللي الكبيره دي ما هي ذنبها حاجه، الناس طالعه مش عارفه حاجه يعني مش ذنبها حاجه، فهو طالع معتمد على نفسه عليك، انت لازم تساعده. إذا أنت ما ساعدتوش تطلع ليه؟ يعني أنت كمشرف طالع ليه؟ طالع عشان تساعد الناس دي. وخدمتك أنت حضرتك النهارده، معلش لو أنا النهارده يعني مثلا واحدة يا واحد مثلا عازم الناس عند في بيته. ومراته طبعا زوجته قابلتهم كويس وقدمت لهم كل حاجة وخدمتهم، بعد ما الناس تمشي هيقول إيه لمراته؟ هيفضل يتكلم، هيفضل يشكر مراته طبعا، أنت خدمت، أنت كبرتي، شرفتيني، أنت عملتي لي كذا، أنت خليتي. طبعا ومردود الناس التانية هيكون كويس إن هو بيتكرم. بالظبط، فيا بالك النهاردة الناس دي ضيوف ربنا سبحانه وتعالى، ضيوف الرحمن، وأنت بتخدمهم ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك إزاي؟ يعني شوف الراجل هيجازي مراته إزاي؟ وشوف يا بالك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيجازي الناس اللي بتشتغل وتخدم الناس دي إزاي؟ فصفات المشرف لازم طبعا يكون متوفر فيه طولة البال والصبر وحاجات كتير قوي. لما بيوصل المطار بتاع المدينه او مطار جده او كده كده، طبعا بيبدا يجمع في الناس وبيبدا يجمع لهم شنطهم ويقف معاهم ويساعدهم، ما ينفعش ان هو يخرج ويسيبهم، ما ينفعش ان هم يدوروا عليه ما لهوش، لازم يكون موجود معاهم ويطلعهم لحد الاتوبيس، يبدا يجمع، يركب الناس الكبيره الاتوبيس الاول، يركب الناس يظبط، وبعد كده شنطهم. طبعا هم في ناس طبعا كبيره مش هتقدر تشيل شنطتها يعني. صح. فبالتالي انت ما ينفعش تسيبها هي تشيل شنطتها، فلازم انت لا تعيدها في الاتوبيس مرتاحه، وتبدا تجهز الشنط، ترصها في الاتوبيس، وتبدا تجهز نفسك قبل ما تتحرك من المطار. طبعا بتكون تمنت على كل الناس اللي معاك عشان خاطر ما تسيبش حد هنا ولا تسيب حد في المطار ولا بتاع، تاكد ان الناس كلها موجوده في الباص، وتبدا تتحرك على الفندق. طب وفي حاله لو حد اتاخر من الناس اللي طالعه معاكم؟
هل ان هو خلاص كده هيضيع الرحله لانه هيضيع على باقي الناس بيكون بمواعيد والتزامات، ولا في فرصه انكم تستنوه شويه؟ لا لا، في فرصه طبعا ان احنا نستناه ونخش نجيبه من جوه من المطار. اكيد شنطته مش لاقيها، اكيد في حاجه في الاجراءات اخرته طبعا. لا لا لا، الناس كلها بتتجمع وصراحه الناس كلها بتصبر. يعني دي نقطه مهمه جدا، دايما الناس بتكون خايفه ان هي طالع تعمل حجه او عمره ويحصل لها اي دروب في الشركه خلاص يعني راحت عليك. عايز اقول لحضرتك بيقابلنا ناس كتير كده، يعني بيقابلنا ناس كتير قوي في المزارات، في عرفه، في منى، بيقابلنا ناس كتير قوي كده الاتوبيس سابها ومشي. يعني تجي لك واحده يعني ست كبيره تقول لك انا معاها كارنيه بتاعها او بيعملها الكارنيه بتاعها ما هيش عارفه حاجه. الناس الاتوبيس سابني ومشي، الاتوبيس مش عارف ايه، طب مش معاها اي حاجه طبعا تدلها، فبتاخدها معاك تقربها تنزلها لاقرب مكان عشان خاطر تعرف ان هي توصل. في هناك بصراحه في السعوديه هم عاملين كتير ناس بصراحه الارشاد والتهيين والكلام ده كله بتوصل ليها، مجرد ما بيدخلوا اسمها على السيستم بيجيبوا عنها كل حاجه. فلازم طبعا، لا 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 طبعا، الناس تستنى الناس اللي معاك طبعا. طيب كمان قلنا ان هو لازم يكون بيتحلى بالصبر ان هو علشان يعرف يتعامل مع الناس، وكمان لازم ان هو يكون بيتمم على الناس اللي معاه ويشوف الاعداد موجوده ولا لا. كمان اكيد الابتسامه ليها دور مهم جدا طبعا. انا اول حاجه خدت بالي منها ان هو علشان يقدر يفهم الناس ويتعامل معاهم، اكيد مش هيكشم لهم وشه كده لا اعمل لا 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 طبعا لا لا طبعا طبعا. هم هي الناس يعني الناس محتاجه الابتسامه، الناس محتاجه الكلمه الكويسه، الناس محتاجه الكلمه الطيبه، الناس محتاجه انك تصبرها، الناس محتاجه انك تساعدها مش انك تيجي عليها. يعني الناس تعبانه اصلا، يعني هي الناس تعبانه، الناس طالعه ما هياش فاهمه حاجه. والله انا بيجي لي يعني طلع معايا واحد قبل كده اقول لحضرتك على حاجه، يعني هو امام وخطيب مسجد. تخيلي امام وخطيب مسجد، يعني ان هو رايح فاهم عارف كل حاجه المفروض طبعا. هو بيشرح للناس كل حاجه، هو عارف كل حاجه بس ما شافش الكعبه قبل كده. يعني ما شافش الكعبه قبل كده. يعني انا جالي واحد قال لي بص يا استاذ محمد انا معاك، قلت له معايا انت حضرتك امام وخطيب يعني المفروض؟ قال لي بص انا امام وخطيب هناك في مصر لكن انا هنا ما اعرفش حاجه، انا معاك، انا في ايديك، اللي انت هتعمله انا هعمله. ليه؟ لان هو فعلا هو راجل امام وخطيب بس هو ما شافش الكعبه، ما طافش، مع اول مره يطلع ما يعرفش. بيقابلني ناس كثيره كده والله، ان هم فعلا ان هو ودي ميزه جدا ان هو بيقول انا لا انا معاك. مش يقول لا انا عارف وانا هنصح وانا هروح واعمل وبتاع. هشجع الناس كلها ان هي تتعامل برضو ان كنت واحد بالزبط. هو معاه يعني حد امام وخطيب يعني المفروض ان هو عارف كل حاجه بالظبط. فمعنى ان هو بيقول انا معاك بيشجع الناس الثانيه هي تلتزم ان هو نخلي بالنا هنعمل كذا وكذا بالظبط. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، المشرف هو قائد قائد الرحله. يعني انا كان معايا مثلا في الحج السنه اللي فاتت واحد اسمه دكتور مصطفى، عارف يعني عارف كويس الحج وحاجة كذا مره ما شاء الله. طبعا لما طلعنا في الباص فقلت لهم 1 2 3 نعمل 1 2 3 وانتوا معايا. فالراجل بصراحه طلع مشكورا، قال لهم يا جماعه ده القائد بتاعنا وهنمشي وراه زي ما هيعمل هنعمل معاه. فعلا الحمد لله رب العالمين عملنا حج السنه اللي فاتت ناجح جدا جدا جدا، والناس الحمد لله كانت راجعه مبسوطه لان عملنا كل حاجه. والناس طالما هي بتساعدك على كده، الناس بتساعدك لان عايز تعمل حاجه صح، عايز تعمل الحاجه السنه، عايز تعمل كل حاجه. فبالتالي بتوقف معاك وبتساعدك، اللي انت بتقول لهم عليه بيسمعوك كلام. فده بينجح الرحله جامد يعني بينجحها، وكمان المردود بتاعهم يعني اكيد انا بحسدك عليه يعني ما شاء الله لما يكون هم خلصوا ومبسوطين جدا وعمالين يشكروك دي احساس تاني ومختلف. تمام الحمد لله. كمان عايز اسال حضرتك عن اللي هو فقد الحركه، الناس اللي هي مش بتقدر ان هي تمشي، هل ده كمان الشركه بتقدر ان هي تساعد الناس دي ولا بتكونوا عاملين لها رحلات خاصه لوحدها؟ لا لا، هي بتكون موجوده معانا طبعا، وفي كراسي اللي هي بتاعت الناس القاعده المتحركه بنساعدها وبنخدمها وبنعمل لها كل حاجه وبنوصلها. بيبقى دايما معانا في الرحله الحمد لله رب العالمين، بيبقى معانا كراسي، معانا بنعرف نجيب لها، حتى لو معناش كراسي بنجيب لها عن طريق الحرم هناك بصراحه الناس موفره كراسي كتير يعني بصراحه. فبنروح نجيب من عندهم كرسي وبنقعد الحاجه وبتبقى معانا في الرحله وبتعمل زي اي حد كل المناسك. طيب استاذ محمد، كمان التسجيل في العمره والحج، الناس فاكره ان هي متاحه طول السنه، متاحه طول الوقت، لان اكتشفته بقى ان هي بيكون ليها وقت معين، لا اما هنسجل وبعد كده خلاص هي قفلت. هما فاكرين ان هي لسه مستمره لحد ما يطلعوا بكره يحجوا، فانا عايزه حضرتك بقى تقول لي الوقت بتاعها ايه وفعلا الكلام ده مظبوط وموجود ولا لا؟ لا، هي العمره ليها وقت طبعا، ليها مواسم، ليها مولد النبي، ليها رجب، ليها، احنا شغالين العمره الحمد لله لحد شهر رمضان. برامج عمره موجوده كل شهر، فيه اكتر من رحله موجودين. لكن بالحج، الحج ليه وقت معين، الحج ليه وقت معين للتقديم وليه وقت معين للقفل. يعني الحج ده يعني احنا السنه اللي فاتت قافلين في شعبان، يعني الحج قفل خلاص، فهو ليه وقت معين للتقديم. ده بيجي بقى قرار من وزاره السياحه طبعا، هو مواعيد بتنزل من وزاره السياحه بالتقديم، بدء التقديم لحد نهايه التقديم. وعايز اقول لحضرتك حاجه والناس حاجه، النهارده انا ما ينفعش اسجل، يعني احنا عندنا حج جمعيات وعندنا داخليه وعندنا سياحه، ما ينفعش ان انا اسجل في كل ده. انا ليا مكان واحد بس اسجل فيه حج، اخش اقدم فيه، ليا ما اقدم في اي حاجه، اي جهه من الثلاثه، ما ينفعش اقدم في الثلاث جهات. فالناس بتختار جهه معينه تقدم فيها خلاص، هو ما يعرفش يقدم في جهه ثانيه. طيب الوقت بتاعه بقى بيكون مخصص، بيكون مدين مهله كام؟ شهر او اكتر او اقل في اللي هو في الحج؟
وقت التقديم بيبقى اول ما بتنزل من وزاره السياحه احنا بنبدا نعلن عنه ونبدا، وهم اصلا وزاره السياحه بتعمل اعلانات كتيره وغرفه السياحه بتعمل اعلانات وبتبدا تقول للناس ان الحج بدا خلاص التقديم فيه، ان الحج بدا وبتنزل فيديوهات زي ما نزلت على البوابه وبتبدا توجه الناس للطريق صح. يعني دايما غرفه السياحه عندنا الحمد لله بتعمل اعلانات وتعمل فيديوهات تنزلها بتوجه الناس للطريق صح. خش على الشركه دي اسال عليها على البوابه الاول شوفها موجوده ولا لا، شوف ما تروحش تقدم عند اي حد ما تروحش، غرفه السياحه بتعمل كل ده للناس. طيب تمام، في حين خلاص ان انا حجزت وعارفه ان انا خلاص هخرج بعد شهر مثلا هروح او بعد 20 يوم، هل هما بيتواصلوا معايا علشان يفكروني تاني ولا انا بكون عارفه ميعادي ولازم التزم بيه؟ لا لا طبعا كل حاجه بتبقى ماشيه خطوه بخطوه مع الناس، مع في تليفونات بيننا وبينهم وفي كل حاجه. بنحتاج ورق بنتصل بيهم، بنحتاج حاجه بنتصل بيهم بنكلمهم، دايما بيننا وبين بعض التواصل جامد. طيب استاذ محمد انا هستاذنك بس نطلع نشوف الشركه بتقدم ايه وبتقدر تساعد الناس ازاي، وبعد كده اعرف من حضرتك العروض اللي بتقدمها علشان السنه الجديده. نطلع لكم فاصل صغير نشوف الشركه ايه الحاجات اللي بتقدمها ونرجع لكم بعد الفاصل. قرب وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب معانا. نفسك تحج بيت الله الحرام وكمان تصلي في الروضه الشريفه وتادي الفرض الخامس؟ محتار تقدم فين وبتدور على شركة تكون عندها خبرة ومشرفين على أعلى مستوى؟ طيب تعرف إن أسعار الحج السياحي بتحددها وزارة السياحة مش بمزاج الشركات؟ خلي بالك الموضوع مش طيران وإقامة بس. زنادل السياحة هتحقق لك كل ده وأكتر عشان تطمن بجد، لأنك مش هتحتاج أكتر من صورة البطاقة وجواز سفرك للتقديم، مع مكان خبرته أكتر من 30 سنة في مجال الحج والعمرة. وإنت هناك إقامتك هتكون في أفضل الفنادق على ساحة الحرم، كمان بتسافر مع أفضل شركات النقل والطيران، وما تنساش بيكون معاك أفضل المطوفين وأفضل المشرفين طبي وديني بصحبة الأستاذ محمد عوض والشيخ مسعد المهدي. هما مش هيعرفوك بس إزاي تأدي المناسك، لأ ده كمان هيكونوا معاك خطوة بخطوة طول فترة الرحلة. احجز معانا وما تنساش تسأل على مفاجأتنا وعروض الحج والعمرة. مستني إيه؟ معانا هتوفر وقتك ومجهودك. اتصل بينا على الأرقام الموجودة أو كلمنا على رقم الواتساب. مع زنادل السياحة حجك مبرور وذنبك مغفور بإذن الله. احنا دايما في خدمتك لأنك ضيف من ضيوف الرحمن في بلد الله الحرام. مع زنادل السياحة سافر وانت مطمن. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معها مشاهدينا. رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين النهارده. استاذ محمد احنا شفنا ما شاء الله الفويس اوفر كويس، وكمان بيتكلم باللي بتتكلم فيه بتتكلم بطريقه كويسه وبتوضح الحاجات اللي بتعملها الشركه، فعايزه حضرتك بقى تقول لي ايه هي العروض اللي بتقدمها ل 2020؟ طيب اقول لك احنا بنقدم خدمه، يعني خدمه احسن بكتير من اي خصومات، يعني خدمه لا تقدر بمال. خدمه هي ايه؟ ان احنا بنساعد الناس الكبيره. خدمه ان انا بقول لحضرتك ان انت معاك مشرفين على اعلى مستوى من اول ما تطلع من بيتك لحد ما ترجع تاني البيت. الناس مش كل حاجه، كل خطوه بخطوه معاك دي خدمه لا تقدر بثمن، لا تقدر باي حاجه. يعني خدمه بقول لحضرتك ان انت ما تقولش هم حاجه والدتك او والدك او اي حد هيطلع معانا، فانت ما تشيلش همه حاجه، لان في ناس كتيره قوي هو عايز يطلع بس عايز يطلع والدته بس، هيطلعها ازاي؟ هو مش قادر يطلعها عشان عايز يطلع معاها عشان يساعدها. فطبعا التكلفه عاليه عليه عشان يطلع هما الاثنين، فالتكلفه عاليه عليه. فعايز يطلعها لوحدها فهو خايف عليها لان مش هتقدر تعمل حاجه، فانا بقول له لا احنا عندنا الخدمه دي ما تقلقش حضرتك، ابعت والدتك هتطلع معانا هتكون زي والدتنا بالظبط، والدك هيبقى زي والدنا، يعني ابعته وانت مطمن. تمام كويس. طب وبالنسبه للاسعار في دايما بتكون في ناس بتقدم اللي هو في اسعار في عند حضرتك تقريبا العمره ارخص عمره في موجودة في شركات السياحة كلها أو أرخص حاجة تقريبا، فعايزة حضرتك تكلمني عليه. تمام، احنا عندنا عمرة، عندنا أرخص عمرة في مصر الحمد لله رب العالمين. على مستوى البرنامج، يعني على مستوى البرنامج وعلى مستوى الطيران. فهي هي من وجهة نظري أرخص عمرة، يعني أنا ما شفتش ازاي في الأسواق، يعني أنا في السعر الأسواق كلها ما شفتش ازاي. يعني احنا ممكن تكون تخفيض في السعر وكمان بالظبط وزيادة في الخدمة بالظبط، لأن أنا عامل طيران سعودي، يعني مش ثلاث أرباع، يعني معظم الشركات عاملين طيران خاص وعاملين سعر اللي هو زي اللي انا عامله اعلى بشويه كمان، لا انا عامل طيران سعودي وسفر على جده وعوده من المدينه مباشر، يعني اللي هو ان انت هتنزل جده تخش الحرم في ساعه زمن تكون وصلت مكه، وانت في المدينه ربع ساعه تكون وصلت المطار، مش هتنسى تركب من جده 8 ساعات عشان توصل او لا، انا بقول لحضرتك لا هي من الفندق للمطار ربع ساعه، ومن في المدينه ومن المكه
ساعه زمن. طب حلو جدا. طب لو الناس بقى عايزه تتواصل مع حضرتك علشان الحجز او تخلي بالها ان هي تتعامل معاكم وتشوف هل الحاجات والخدمات دي هتكون موجوده فعلا معاهم ولا في تغيير مثلا، هتتواصل ازاي؟ ممكن حضرتك تقول لي العناوين مثلا بتاعه طيب الاماكن؟ احنا مكاننا في 23 شارع الطيران. عندنا 23 شارع الطيران امام مطعم جنتاكي. الشركه بتاعتنا ده المقر الرئيسي، موجود بتاعنا فيه موجود، وارقام تليفوناتنا عند حضرتك موجوده على الشاشه. طبعا هي كانت موجوده على الشاشه وكانت موجوده في الاعلان كمان. وعندنا كمان فرع في العريش اللي بيخدم طبعا قطاع سينا كله. وعندنا فرع في الشرقيه في هي. استاذ خالد الشيخ هو ماسك مدير الفرع هناك، هو المسؤول عن الفرع وهو موجود متواصل دايما على التليفون وعلى الصفحه بتاعتنا. عندنا في كل حته، يعني في كل حته اي مكان اي حركه اي حد عايز يتواصل معانا، احنا ممكن كمان حتى نبعت لك حد البيت. يعني ممكن نبعت مندوب لحد حضرتك، يعني لو اي حد عايز يتواصل كل حاجه بالظبط اللي هو يتفق معاك ويدي لك وصل بالمبلغ او يديك او ياخد صوره الجواز ولا صوره البطاقه وانت موجود في مكانك، يعني مش شرط ان حضرتك تجي لنا الشركه، لا احنا كمان ممكن نوصل لحد عندك. استاذ محمد دي طبعا حاجات جميله جدا وحاجات جديده جدا ان الناس تسمعها، وربنا يجعلنا من الناس اللي هتكون معاكم وان شاء الله تكون حاجه كويسه وتكون عمره كمان او حجه بقى على حسب الوقت اللي هنكون مع بعض فيه وتكون مقبوله. عايز اقول لحضرتك انك شرفتنا النهارده، واتمنى يتجدد اللقاء في عروض تانية اكتر الفتره الجايه ان شاء الله. اقول لحضرتك حاجه بس قبل ما انسى، قبل ما نمشي، يعني كمان احنا كمان عندنا خدمه كمان بنقدمها للسيدات. ان احنا بيبقى عندنا اشراف نسائي. اشراف نسائي بمعنى ايه؟ يعني في سيده موجوده هي اللي تشرف، هي عارفه كل حاجه، عندها خبره برضك على الاشراف، عندها خبره بالعمره، عندها خبره. ليه؟ لان المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم السيدات ليها مكان لوحدها غير الرجاله. فطبعا هي خاطر، عشان خاطر احنا الرجاله ما ينفعش الشباب ينفع يخش الحرم. ففي واحده ست كبيره عايزه تخش تزور، هتعمل ايه؟ فانا بقول لها لا، ان احنا موجود عندنا سيده مسؤوله عن الاشراف النسائي، هي هتدخلك، هي هتخليك تخش الروضه، هي هتخليك تخش، تبقى موجوده معاكي خطوه بخطوه. دي خطوه حلوه جدا، دي حاجة عشان بيكون في رهبه كمان من ان الست تتعامل مع الراجل، فهتتكسف تطلب او تتكسف عن حاجة. حتى عندها استفسار مثلا ولا حاجه، هي تتكسف تسال عن الراجل. لكن لما بيكون موجود سيده هي المسؤوله عن الحاجات دي بتسهل جامد طبعا عن الناس كتير قوي. طيب كويس استاذ محمد، للمره الثانيه والمليون طبعا شرفتنا، وانا مبسوطه جدا انك كنت معايا النهارده، وان شاء الله نتقابل بقى في السنه الجديده على خير ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبه، وحضرتك بالف خير يا رب، ويا رب تكون سنه سعيده عليك وعلى كل المشاهدين. مشاهدينا هنطلع لفاصل صغير علشان نستقبل فقرتنا الثانيه ونرجع لكم بعد الفاصل. قرب وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب ما وكلامه غناوي، جرب لو ناوي